التنفيذي لنادي الزمالك. مساء الخير يا دكتور حسين. مساء الخير يا كابتن احمد، ازيك يا فندم؟ ازاي حضرتك؟ وبالتوفيق ان شاء الله. الحمد لله يا رب تكون بخير يا كابتن. ربنا يخليك يا فندم طول ما انتم بخير وكويسين. عايز بس رب. حضرتك يعني اشرح لي، لانه الناس في حاله لخبطه وبامانه شديده في حاله قلق كده، بيقولوا لا ده هو بيقولوا اقفل شويه لكنه الباب مش هيتفتح تاني. حضرتك اشرح لنا. لا بص حضرتك، احنا كنادي الزمالك متخذين كافه اجراءاتنا السليمه والصحيحه القانونيه طبقا للائحه النظام الاساسي للنادي. كويس. اللي هي في الاصل اللائحه الاسترشاديه اللي اقرتها اللجنه الاولمبيه لنادي الزمالك. كويس. في شهر 5 الماضي. فطبقا للائحه احنا ماشيين بنفس الاحكام وبنفس المدد ماشيين عليها، ولكن قد يكون لمديريه الشباب والرياضه اللي هي الجهه المختصه بالنسبه لنادي الزمالك ان يحصل عمليه تنقيه للعضويه، والمقصود بالتنقيه هنا كابتن شوبير ان هي بتشوف من له حق الحضور للجمعيه العموميه او من له حق الترشح في مجلس اداره. لكنه مش من له حق عضويه نادي الزمالك. لا تمام. من له حق؟ كويس. خد بالك، العضو العامل في الهيئه الرياضيه عموما هو اللي مر عليه سنه من عضويته، مر عليه سنه ميلاديه. تمام. فانا لو عايز اترشح وانا ما امضيتش سنه مش هينفع اترشح. ده تمام. او انا عشان احضر الجمعيه العموميه وما مرش عليا سنه مش هبقى تمام، مش هبقى عندي الامكانيه للحضور ان انا ادلي بصوتي يعني. بالظبط. نعم. او الحضور حتى التوقيع او ينزل اسمك في الكشوف اللي هي المفروض تنزل قبل الجمعيه بثمان ايام. تمام. اللجنه موجوده من 8 ايام في النادي وبتقوم بتنقيه العضويات من خلال ان هي بتفحص هل في مستحقات متاخره للعضو، فلو في له مستحقات متاخره ليس له الحق في حضور الجمعيه. هل المستحقات متاخره على العضو وليس للعضو؟ على العضو. نعم. اتفضل. على العضو. اتفضل. هي لان اللائحه بتقول لابد ان هو يكون مسدد كافه التزاماته الماليه. ده بالنسبه للجدد ولا بالنسبه للجميع؟ ما بص حضرتك، الجدد لو هي قبل سنه ميلاديه الجدد لا خلاص احنا عرفنا دي. انا ما سددتش اشتراكي، انا عضو قديم بقالي 30 سنه في النادي مثلا ولا 10 سنين ولا حاجه وما سددتش، يبقى ليس لي حق التصويت، صح كده؟ ليس لك حق. تمام. اتفضل حضرتك يا كابتن، لو 30 او 10 سنين هي اسقطت فاصبحت انت مش موجود في النادي. لا ده انا بقول لك، انا بقول لك لو انا عضو قديم وما سددتش بقالي سنه، مش بتكلم ان هي 30 سنه لغايه 8 سنين، لك الحق ان انت حل. تقوم بسداد كافه الالتزامات الماليه اللي عليك يعني. كويس. طيب اذا القصه ليست ابطال عضويات ولكن من له حق الترشح ومن له حق الادلاء بصوته في الانتخابات، صح كده يا فندم؟ نعم يا فندم. طيب نعم. ده اللجنه بقى لها قد ايه في نادي الزمالك يا فندم؟ اللجنه اللي هي تنقيه العضويات. ايوه. 8 ايام بالظبط. طيب منتظر تقعد كمان قد ايه؟ بص يا كابتن شوبير، نعم، بالنسبه للدعوه لانعقاد الجمعيه العموميه هي لغايه 31/10. نعم. فهل اللجنه هتنتهي قبل 31/10؟ ايوه. افرض لو انتهت مثلا 30/10، أيوة. لينا الحق ان احنا ندعو في ال 31. حلو. تمام. او قبل كده. يعني خلصت اسبوعين، خلصت 21 يوم. نعم. احنا مجرد ما تنتهي والمديريه هتنسق معانا انا انتهيت من تنقيه العضويه، لنا الحق في مراجعه دعوه الجمعيه العموميه، وبعديها طبعا من الدعوه بيتم فتح باب الترشح مره اخرى لليوم التالي. تمام. لفتح العضويه وانعقاد الجمعيه بعد 45 يوم. كويس. لو لم يتم، نعم، لو لم يتم، لو ما لحقتش قبل 31/10، ده امر بقى يخص الوزاره والجهه الاداريه، امر يخص نادي الزمالك. طيب حلو قوي. طيب حضرتك صرحت وقلت انه اللائحه لا تجبر اللجنه الحاليه اذا كان حد منها يترشح على الاستقاله، صحة هذا الكلام؟ نعم نعم نعم، مفيش اي نص يقول ان اللجنه او اي حد. بص حضرتك كابتن شوبير، في ثلاثه ليس لهم الحق في الترشح، اللي هم المدير التنفيذي، المدير المالي، مدير النشاط. حضرتك والاستاذ عاطف جبريل طارق جبريل والاستاذ عاطف استاذ طارق جبريل والاستاذ عاطف النمر، انتوا الثلاثة مالكوش حق الترشح. ومع الاستاذ محمد الاتريبي عشان لسه ما تم السنة. بالظبط. تمام. بالظبط كده. طيب. باقي الاعضاء لهم الحق في الترشح، وما فيش نص في اللائحة يقول ان هم لابد ان يستقيلوا
ليدخلوا الانتخابات يعني. يعني ممكن الا اذا أيوه. الا اذا جه بقى تعليمات او قرار ومال. بس لازم يبقى ورقي يعني. طيب الناس بتسال الانتخابات اذا اجريت هتبقى على يوم ولا على يومين؟ في اللائحه على يوم من الساعه 9 ل 7. حلو قوي. هل من حق الجهه الاداريه انها تستثني هذا الامر تخليها على يومين ولا صعب؟ لا صعب. لا صعب. لازم تتفق مع اللجنه الاولمبيه. يحدث بطلان هنا الا اذا تم تغيير اللائحه يعني. وانا شايف يا كابتن شوبير من خلال حضرتك انا برضو بطلب اللجنه الاولمبيه لان اللجنه الاولمبيه هي اللي اصدرت او وضعت اللائحه الاسترشاديه ان تنظر بجديه، وده سهل جدا ان احنا في ظروفنا في ظروف كورونا وان الانديه الكبيره اللي بتبقى اكتر من 100,000 في يوم واحد او في عدد ساعات حتى مش يوم واحد ان هي ليه ما تغيرش الامر وتصدر قرار ان يقام الجمعيه العموميه او تقام الجمعيه العموميه اللي فيها انتخابات على مدار يومين لسلامه الاعضاء يعني. وده امر سهل، انا شايفه سهل جدا. بس هو اجراء قانوني ممكن ان هي اللجنه الاولمبيه تتخذه يعني. دكتور حسين، يعني الاقبال اليوم كان ضعيف جدا، ما كانش حد عنده فكره انه هيتم التاجيل يعني. نعم. كنت بتفسر بايه النهارده تقدم واحد للرئاسه، واحد لنائب الرئيس، واحد لاعضاء فوق السن، واحد تحت السن؟ دايما كان بيتفتح باب الانتخابات في الزمالك كنت بتلاقي طوفان موجود، بتفسر ده بايه يا فندم؟ بص حضرتك في اول يوم عادي كده كابتن، عاده لان الكل بيجيب في نبض الكل، بمعنى انا هشوف مثلا كابتن شوبير لو داخل انا ممكن افكر ما اخش. ايوه. فالامور بتتحسب بالشكل ده يا كابتن شوبير. بيشوف وممكن تلاقي ضغط كبير جدا في اليومين او الثلاثه الاخرانيين. نعم. بحيث ان كل واحد يشوف فرصته هتبقى ازاي من خلال الشخصيات اللي دخلت، فبتتحسب كده. لكن انا شايف الامر طبيعي جدا ان ممكن العدد ده يبقى موجود في اول يوم.